افتتاح نقطة بيع المواد الغذائية الدعامة. أولا نشكر سيد الوالي رئاسة البلدية الحصاري وافتتاح هذا المثل العام الذي يقدم خدمات جليلة للمواطنين، وخاصة بالنسبة للأسعار كانت فيها أسعار تنافسية. نشكر كذلك مدير وعمال مؤسسة قارة الضيف على كل مجهودات والتوافق ما بيننا لافتتاح هذه النقطة. وديك مباراة حطت الريحان في حدث حاري هنا في ولاية المنتدبة عين وسارة، وقمنا بالافتتاح نقطة بيع لتكون إن شاء الله فعل خير على المواطنين حتى سحاري، وإن شاء الله فيها المزيد إن شاء الله نقدم إن شاء الله. وهذا الدعم هذا رئيس المجمع الحين طبعا حتى المنظمة المستهلك ذلك هذا الفتح بيع تبع المجمع القدير في مصر اعتبروها قيمة مضافة ومناسبة للحجر في كبار القادمة هي إن شاء الله تكون في الأسعار المتناهية إن شاء الله، وطبعا الاستجابة والارتحاب المطلوبين طرف الساكنة وإن شاء الله تخدم المدينة.